كان والماضي صرح للزمان أم الحضارات الحروب حروب 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 حروف معانا وشبك والقلب لما انشبك دنبن ولكن مرتبك ترغل بمجموع الحروف حروف وزائد معلومات مربعات ومنوعات مليانة زينة كالعروس مليانة زينة كالعروس عالرمشك أحلى ملونة والوش تدويرة سنة والشعر مجدول بقنات والخد من ورد القاموس بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم ومرحبا في برنامج حروف وضيوف. البرنامج زي ما أنتم عارفين عبارة عن كلمات متقطعة بيتبارى فيها فريقين من السادة الفنانين والفنانات، والمربعات بتاعتنا عبارة عن 11 مربع أفقي و11 مربع عمودي. الغرض من برنامجنا مجرد أن احنا نقعد مع بعض في جلسة أسرية جميلة مسلية، في نفس الوقت بنضيف لمعلوماتنا معلومات جديدة طريفة تجعلنا نتأمل قليلا. فرصة كمان للسادة المشاهدين أنهم يتعرفوا عن السادة الفنانين أو الوجه الآخر لهم وهم بيجيبوا على أسئلة البرنامج. ياريت إخواننا في البيوت اللي يحب يشترك معنا يحضر ورق ويسطر عليه 11 مربع أفقي و11 مربع عمودي علشان يقدر يتابعنا، والكمبيوتر هيقول له على المربعات السوداء اللي ممكن يسودها عشان يشترك معنا. الفريق الأفقي وهو اللي هيجيب على أسئلة المربعات الأفقية مكون من الست السهام إبراهيم المطربة والفنانة والصوت الرخيم الأستاذ عماد رشاد الفنان الكبير أبو بكر عزت الأستاذ المطرب محمد الشواحي الفريق اللي هيجاوب على أسئلة المربعات العمودية مكون من الفنانة المطربة ليلى غفران الفنانة الشابة الكتكوتة برضو هقول عليها ما أقدرش صح الرامي
كتكوت السؤال ما دام قاعد جنبها وهو عامل ساذج وبريء وهو الفنان الكوميدي المعروف محمد الشرقاوي. ثم اخيرا الفنان الكوميدي الصاروخ محمد ابو الحسن. اهلا بكم معنا. نبتدي المباراه وطبعا كالعاده هنملى شويه مربعات علشان نقدر نبتدي. الافقي، مجموعه الافقي انا بقدم لها حل الكلمه الاولى من الخط رقم 3 وهي كلمه رنه معكوسه، واقدم لها ايضا حل المربع رقم 3 من الخط رقم 2 وفيه حرف الف. الخط رقم 2 المربع الثالث فيه الف، مظبوط؟ كلنا عملنا كده. نروح للعمودي، العمود رقم 8 الكلمة الثالثة تحت خالص وهي كلمة يم. أقدم أيضا حرف صاد من العمود رقم 10 المربع رقم 3. سليم؟ ماشي. بقى في صاد كمان في العمود 10 في المربع رقم 3. نبدأ بقى. يريد الأفقي، الخط رقم 8 الكلمة الأولى غير ناضج، حرفين. ني. لا دي لا أس في همزة اللغة العربية الصح. هي نمرة كام؟ 8 حرفين. فج. إجابة سليمة. فج. درجتين. فج. العمود رقم 3 الكلمة الثالثة حصة مما يدرس بدون ألف لام التعريف. مما يدرس؟ أيوة. يعني حاجة في السنان؟ الليمون. إيه؟ الليمون بيدرس. إيه؟ درس. درس. إجابة سليمة. الأفقي، الخط رقم 6 أيوة. الكلمة الأولى كان رطبا فجف. كان رطبا فأصبح يابسا. يابس. إجابة سليمة. درجتين. يابس. العمود رقم 9 الكلمة الثالثة من أدوات الكتابة معكوسة، ثلاث حروف فقط. حبر. حبر. إجابة حبر. سليمة. حبر. حبر. الخط رقم 1 نعم. الكلمة الأولى 5 أحرف تشكل الكلمة الثالثة والأخيرة من مثل عربي مشهور يبدأ بكلمة سبق. سبق السيف والعزل. العزل. سبق السيف والعزل. يبقى احنا عايزين ايه؟ العزل. هي دي العزل. ما معنى كلمة العزل؟ العزل ايه؟ مش انتو؟ مش احنا؟ الافقي انت. العزل السبق يعني اللي هو ايه؟ بعد ايه يعني؟ ما فيش الملامة او اللوم يعني. ما شاء الله. أدب. سبق السيف العذل مثل يضرب لما قد فات ولا يستدرك. خلاص. فصار مثلا. العمودي، الكلمة الثانية. ثانية. اسم لاعب كرة مصري عضو المنتخب القومي وأبيه كان كابتن مصر. أبوه. لا صعبة. الجوهري. صعبة جدا. يكن. هشام يكن. هشام يكن. يكن الاسم. يكن المطلوب. اللاعب طبعا اسمه هشام يكن وابوه اسمه يكن حسين. الافقي، الخط رقم 4 4 الكلمة الثانية مرسى السفن بدون ألف لام التعريف. مرفق. مرفق. لا خمسة.
2 3 4 احنا عايزين 4. مينا اسكندريه. مينا لا اقول لك ها؟ لا 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 مينا 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 اجابه سليمه. العمودي العمودي العمود رقم 2. الكلمه الثانيه نوع من المصارعة. صارع؟ نوع من المصارعة فيها جيم. جري. أيوة جودو. جودو طبعا ما في شك. ايه جري؟ أربع حروف. أنا لعيبة جودو جامدة علينا. جودو صح. المعلومة حول لعبة الجودو لو سمحتولي بيها. فضل. يا سلام. عرفت رياضة أو مصارعة الجودو في النصف الثاني من القرن 19 يعني 19. في القرن اللي احنا فيه. القرن اللي فات يعني. وللسؤال ما الذي تعنيه كلمة جودو؟ هل تعني سرعة كالبرق أم الطريقة اللطيفة أم أنها تعني الحركة والتصميم؟ ده السؤال اللي الفريق العمودي. تاني، هل تعني كلمة جودو سرعة كالبرق أم الطريقة اللطيفة أم أنها تعني الحركة والتصميم؟ الأولانية. لا أنا أقول الأخرانية. لا حركة والتصميم. طب البنات الوسطانية قول انت. لا اخي ايش مان انا سرعة كالبرق طريقة لطيفة حركة والتصميم. حركة انا ما زلت مصمم على حركة والتصميم. حركة لطيفة. لا دي حركة لطيفة. ده جودو حركة لطيفة. حركة لطيفة عشان احنا بنات لطاف. اسمها طريقة لطيفة. طريقة لطيفة. لا يعني هي دي القرار. إجابة سليمة. الأفقي خط رقم 10. رحالة وعالم وعالم في النبات والصيدلة وجغرافي عربي شهير. احنا على فكرة جيف حلقة برضو قلنا اسمها رحالة. خط رقم 10. هو كان ايه اسمه؟ ده في دلو في دلو ادريسي. الادريسي بس احنا عايزين كلمه اللفظ ادريسي. ادريسي ده اللي عايزينها في الخريطه بتاعتنا. العمود رقم 7. الكلمه الثانيه تعرف على انها وسط القلب. أربع حروف بقى. من صميم فؤادي. صميم. 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 صميم قلبي. صح. صميم. عالي. صميم. خط رقم 11. الكلمة الأولى فن الألحان والنغم. عندنا واو وسين. الأوردر. موسيقى. خط رقم 11. قول يا سام. موسيقى. مسؤوليتك يا أمي. موسيقى. إجابة سليمة. موسيقى جامد. طيب سؤال على الحكاية دي على الموسيقى. الآلات الموسيقية تقسم إلى 5 فئات أساسية. ممكن تقولوا لي الخمس فئات دي؟ تفضلي سيادتك. آلات كذا وآلات كذا وآلات كذا وآلات كذا وآلات كذا. في آلات أساسية. طبعا في آلات وترية. أيوة وترية برافو. صح. وآلات نفخ نحاسية. آلات نفخ آلات نفخ آلات نفخ نحاسية. هي نحاسية بس أصلها في نحاسية. ماشي أساسية. آلات نفخ خشبية. خشبية. خشبية ونحاسية. ونحاسية. هنعتبر دي اثنين. وإيقاعات. آلات ضبط إيقاع. ثلاثة. و... الآلات النحاسية اللي قلتيها الأول معتبرة جزء. في آلات نفخ. آلات نفخ خشبية وآلات نفخ نحاسية. دي اثنين. وترية ثلاثة. ضبط إيقاع أربعة. أربعة. فاضل حاجة. صاجات. ما هي دي ضبط إيقاع. لا وآلات وآلات نفخ كهربائية. كهربائية. آلات نفخ كهربائية. ايوه لا جديد الحاجات الجديدة. إجابة سليمة. لا الأردن. أربع درجات. بنسمع أغنية جميلة من ست سهام من إحدى الأغاني الجديدة. آلات نفخ بشرية بقى. نادرة يلا أسمراني نادرة 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 لو جيت لي تاني نادرة 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 يلا أسمراني نادرة 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 لو جيت لي تاني نادرة نادرة يوم لقاك حعمل له ليلة تبقى ليلة بألف ليلة يوم لقاك حعمل له ليلة تبقى ليلة بألف ليلة واغزل الأحلام أماني ونادرة
أنا نادرة نادرة وكتبة في كفي نادرة الهنا لو جه في صفي نادرة من عيني دولة وفي ندري لو نلت الأماني ترارا ترارا تتتتتا يوم لقاك حامل له ليلة تبقى ليلة بألف ليلة يوم لقاك حامل له ليلة تبقى ليلة بألف ليلة واغزل الأحلام أغاني ونادرة أنا نادرة. خلينا دلوقتي للعمودي. العمود رقم 5. عمود نمرة 5. العمود رقم 5. في حرفين. الكلمة الثانية الميزان بدون ألف لام التعريف معكوسة. فيها الميزان. سين وقاف. قص. الميزان. قصد. الميزان. ها؟ لا مش قرطاس. ها؟ قرطاس ايه؟ قرطاس. في قاف بتاعت الموسيقى وسين بتاعت إدريسي. قسطاس. الأباني. يبقى قص. قسطاس. قسطاس. سليم. إجابة سليمة درجتين. أنا طلعت فيها فنطاس. إيه ده؟ يحيى الذكاء. الأفقي. لا أنا بقى في الأفقي. خط رقم 6 الكلمة الثالثة. الخط رقم 6 الكلمة الثالثة سوف بوعد الوفاء. يعني هو من واحد بيسوف واحد بمطلب. طيب يعني عندنا 3 حروف بقى يبقى مطل مطلة. العمود رقم 4 الكلمة الأولى. العمود رقم 4 الكلمة الأولى من الحبوب. حبوب. حبوب. 3 حروف. في حرف فيها زينة هي الأغنية. دال. فيها دال. مش العزل. درة. درة. زرة. خط رقم 4. الكلمة الأولى. هم وحزن. معكوسة. معكوسة. اسمها مشقلبة. لا لا ميلة. يعني عارف هي حاجه زي قرب للشجون كده يعني. اسا عندكم حاجه من الشجون يعني. اسا فيه شجون وفيه شجو وفيه شجو. قول شجو. شجو. شجو تمشي. شجو. اجابه سليم. طيب شكرا. شجو حلوه. شجو دي لو سمحتوا لي اقرا لكم بيتين شعر صغيرين. شجو. ايوه شجونه والله. اذا الشعب يوما اراد الحياه الله فلا بد ان يستجيب القدر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. من قائل هذه الأبيات؟ أحمد بيك شوقي. لا شاعر عربي راحل من تونس. أنا أهو. الله هو الأداء ده هو عمل على منواله. أبو القاسم الشاب. الحياة. فلابد ابو القاسم الشابي. ابو القاسم الشابي. الشابي. بس ابو القاسم الشابي او كلمه شابي بالذات هي المربعات 4 و5 و6 و7 من العمود رقم 3 الاسم الثالث. عندنا احنا الاسم الثاني. شابي. شابي اللي هي من شجو اول حرف شين الف ب ي. شابي. مظبوط. الثالث الافقي دلوقتي الخط رقم 8 الكلمه الثانيه شاعر غزل ومن المغنين الظرفاء بدون ألف لام التعريف الكلمة الثانية. هو معدولة؟ معدولة ولا ما لا معدولة. من غير ألف ولام مش كده؟ أيوة. دارمي. 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 مزبوط. ده ما مكتوب. دارمي. العمودي. العمود رقم 4. الكلمة الثانية من كان هنقول على طول بعد نقول قبل السؤال ده. الست ليلى بقت تشنف. طب الجو شويه ندمانه. لا 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 مش ندمانه. ندمانه. لا 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 مش ندمانه. انا مش ندمانه.
أنا مش ندمانة، أنا مش ندمانة إن اديتك أحلامي وعمري وخبيتك جوايا في قلبي وحبيتك وفضلت لحبك عطشانة. أنا مش ندمانة، أنا مش ندمانة العمر في حبك ضيعته والورد بيدك قطعته يا طريق مشيته وودعته ودعت معاك الإنسانة. العمر في حبك ضيعته والورد بيدك قطعته يا طريق مشيته وودعته ودعت معاك الإنسانة. أنا مش ندمانة، أنا مش ندمانة. سامي الحفناوي، سامي الحفناوي العمودي، العمود رقم 4 الكلمة الثانية. من كان الحسد في طبعه أو الذي يتمنى زوال النعمة عند الغير وتحولها إليه؟ حسود. حسود، إجابة سليمة، درجتين. خط رقم 2. الكلمة الثانية، من يثني بالجميل؟ من يثني من يثني بالجميل؟ الجميل يعني يفعل شيئا حميدا، يعني اللي هو ليه بقى الاسم اللي هو حميد. حميد، إجابة سليمة، حميد الشاعر. صح، درجتين. حميد الشاعر، وكل واحدة درجتين. أيوة، كل إجابة سليمة درجتين. العمودي، العمود رقم 6. الاسم الثاني لمطرب لبناني، اول اسم له علي. علي اوله ح. ايوه، واوله ح عندك اهي موجوده. ده معكوسه ولا ح وحرف و ي موجوده معكوسه؟ ده حليح. الافقي، الخط رقم 3، الكلمه الثانيه. ايوه، فن ونوع من انواع الرقص. فن رفيع ونوع من انواع الرقص معكوسه. ايه ده؟ ما فيش رفيع. سحران، سحران. باليه، باليه، باليه. بمناسبه الباليه والفن الرفيع، نسمع اغنيه من الفن الرفيع برضو. أيوة. من ست سام. ليالي الانس في فينا نسمها من هوى الجنة. ليالي الأنس في فينا نسمها من هوى الجنة ونغم بالجو لورنا. سمع الطير بكى وغنى. الله. العمودي، ايوه، العمود رقم 2. جاهز. عمود المدانه. الاسم الاول للشاعر المشهور المعروف الحطيئه. فاضل في حرف واحد. ايوه، فاضل اوله جيم. ايه بقى اوله جيم؟ لا جيم. انا لا، معلش. معكوسه؟ ايوه، معكوسه. معكوسه، فاضل حرف واحد. جر لا جر جرو جرو جرول. درجة واحدة بس يا كمبيوتر. الأفقي، خط رقم 5، الكلمة الأولى. عطش وتأتي بمعنى حفيظ. قولها لي ولا أقولها لكم؟ ناقص ألف بس. وتنطق أحاح. لا، قال إيه؟ أحاح. العمود رقم 10، العمود رقم 10، الكلمة الأخيرة. الأخيرة دي ايه بقى؟ المدرج الرياضي معكوسه. سهله. المدرج الرياضي وراها سؤال مباشر. مدرج الرياضي. لما تقول السؤال الاول يا استاذ. لا تعرفه كده. استاذ. استاذ، برافو عليك. اجابه سليمه، درجتين. ما الذي تعنيه كلمه استاذ؟ ملعب. هل تعني الشرفه المدرجه دي؟ لا، او مسافه محدده للسباق، ام
كلمة استاد مشتقة من كلمة ستاديوم. هي لايقة على دي. التي تعني بيت الرياضيين. هي ستاديوم. يا هي ستاديوم. كله يعني كل الحاجات. اه استاد بيجمع جدول. كل الحاجات دي تعنيها. لا هي تعني. نجاوب احنا يا استاذ صلاح ناخد درجة. هي احتمال واحد. نجاوب احنا. ناخد درجة واحدة. ليه؟ احنا ما لطيش ما احنا قاعدين اهو. ألف ثلاثة. لا لا أنا بقى هم كده قالوا ثلاث إجابات. لو قالوا غلط أديكوا فرصة. خد نفوت. إحنا نفوت الاستاد بتاعنا. هل هي المساحة المحددة للسباق؟ كلمة استاد كلمة يونانية تعني المسافة المحددة للسباق في العدل. طبعا في الألعاب الأولمبية القديمة. المسافة المحددة دي كانت 192 متر. صح. خط رقم واحد الكلمة الثانية. اسم أغنية. أنا أعرف. والاسم الثاني لمطرب مصري. أغنية. شعبي ولا هو نفسه اللي بيغنيها يعني؟ شعبي غنوة وكان هو اسمه الاول يعني شعبي. لا هو خد اسمه من الغنوة. شفيق جلال. لا 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 استنى استنى. محمد العزبي. محمد العزبي غنى عدوية. محمد لا استنى بس استنى. لا محمد عدوية. عدوية احمد عدوية. وعدوية دي عدوية كان بيغنيها محمد رشدي. اجابة سليمة عدوية. درجتين. درجتين. درجتين العدوية. العمودي. العمود رقم 9 الكلمة الثانية. بحر من أبحر الشعر. بدون ألف لام التعريف. فيها ميم مش كده؟ أيوة. ما أعرفش. مش دعوة بيكم. مش معاكم. ايه ده بحر من بحور الشعر. بحر من بحور الشعر من غير قل. من غير قل. اه يعني مش قل. بحر الاحمر. ما ما مش معكوس ولا حاجه. استنى بس. لا معدوله. الشعر ده صعب قوي. دي اللي بتحبها يم. لا انت مش مغنيه وعارفه الشعر والحاجات دي. البحر الابيض من احنا عارفينها بس مش عارفه. الرمل. الرمل. غلط. الرمل. غلط. هو التشكيل بس غلط. هو يبقى ما ينفعش. رمل. رمل. والله لو سمحت. الرمل. الرمل. غير الالف لام. الرمل. درجة واحدة. رمل. خط رقم 10 الكلمة الثانية. بائع الكتب معكوسة. ما هي محلولة خلاص. كتبي. كتبي. الكتبي. كتبي. كتبي. الخط رقم 11 الكلمة الثانية. ثانية. افق برضو. ايوه 11 انت بقى. الاسم الاول لممثل مصري تالق في الخمسينات. محسن مكتوبه محلوله. اتحلت لوحدها. اتحلت لوحدها. اه طيب سرحان. محسن سرحان. العمود رقم العمودي. العمود رقم واحد الكلمه الاولى. من شعراء اللغه المحكيه البارزين والمتالقين. اللغه المحليه. ايوه بدون الف لام التعريف. ابنودي. ابنودي. بمناسبة الابنودي لازم نهدي له اغاني بقى. حد حافظ له اغاني؟ ابن ودي. ابن ودي. منساهاش ايامنا الحلوه. منساهاش ايامنا حلوه ومش ايام بعدها ضمن الأحلام. أيامنا حلوة ومش أيام بعدها ضمن الأحلام. أنا فيها مش بصحى ولا نام وإزاي أنساها منساهاش. أيامنا حلوة وعجباني ولو يكون لي أماني. أيامنا حلوة وعجباني ولو يكون لي أماني. أتمنى عيشها من تاني وإزاي أنساها منساهاش. منساهاش منساهاش أيامنا الحلوة منساهاش. أهل السماء حلم لاح بعدت أراضيهم. أهل السماء حلم لاح
بعدت أراضيهم يا سايق البلي وصلني الأراضيهم محتر أراضي الغرام ولا أراضيهم منايا بوح بالهوى يمكن أراضيهم يا عين والله يا عين تتيجي بوك تعالى بوك حلو ما شاء الله يا سيدي أبنودي اللي احنا بقى الأفقي الخط رقم 5 الكلمة الثانية الذي يذهب بكل شيء أفقي بس كده بدون ألف لام التعريف إنما لو أضفنا ألف لام تبقى ال كذا يا سهلة عندكم حرف سهلة نبص فيها أيوة يا درعا خمسة عندنا إيه هي أربع حروف مش كده عندنا ر عندنا ايه الذي يذهب ايه بكل شيء يعني يكسب يعني الجراف اللي بيجرف الجراف لا هاي ده تشكيل الذي يذهب استنى استنى اني اشكل في هذا الذي يذهب شوف فاعل الذي يذهب بكل شيء هتشكل لا 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 الذي يذهب بكل شيء الجراف اه انما من غير ال هي جراف انا قلت لما نحط لها الف لام تبقى حاجه ولما نشيل الالف لام تبقى يلا يا ليل اسال دموع عيني اسال مخدتي كم دمعه رايحه جايه تحكي لك وحدتي اسأل 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 مخدتي كم دمعة رايحة جاية تحكي لك اللي بيا وتقول لك مش شوية ضنايا ضنايا ولوعتي كم دمع رايحة جاية تحكي لك علي بيا وتقول لك مش شوية ضنايا ضنايا ولوعتي اللي بعد ايه مش فاكرة في قلبي شمال نورت روحي جمع وبكرة أمليه ونور لك بيه وبكرة حامليه ونور لك بيه اسأل دموع عينيا اسأل مخدتي كم دمعة رايحة جاية تحكي لك وحدتي اسأل 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 مخدتي كمبيوتر برافو ما شاء الله الكمبيوتر يستعد بالنتيجة في سؤالين فاضلين العمودي سؤال وبعدين الأفقي هياخد السؤال اللي ناقص ايوه العمود رقم 11 الكلمة الأولى العمود رقم 11 الكلمة الأولى اسم أغنية مشهورة للسيد درويش غنتها فيروز معكوسة فيها حاجات كتير قوي سيد درويش في ألف ولام لا ولاف ولام وفي ألف ولام وفي الفجر لما قال لي تبقى الفجرية الفجرية إجابة سليمة برافو فجرية السؤال يا بتاع حلو نغم حلو تشوي السؤال دلوقتي للأفقي بدل السؤال اللي راح منه
مصطلح يعني دراسة الكتب وتطورها في حالتها المادية، ودراسة التسجيل المنظم للمعلومات عن الكتب. مادة مذاكر قوي بيكتب مصطلح عرفتها على طول على طول بيروح عارفها وكاتبها قدامه وبتاع. يا ريت الاستاذ عماد رشاد قول اسمه يعني احنا مصطلح واحد قلنا كذا مصطلح نختار واحد احنا ده المصطلح ده بس انت من الطبوغرافيا وفي البيلوغرافيا كمبيوتر ازيك كمبيوتر الافقي 37 العمودي 32 السؤال فزوره برضو طيب زي بعض اللي يقولها قبل الثاني هيكسب انا بسكوت خلاص خليهم يقولوها سؤال هل يحق للرجل الزواج من شقيقه ارملته لا لانه مات لا هو مات خلاص سليم اجابه اعزائي المشاهدين اهلا بكم والى اللقاء في حلقات قادمه